النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. بنك صفوة الإسلامي. المناصير للزيوت والمحروقات. حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده. المركزية، وكلاء تويوتا ولكزس. مجمع الملك الحسين للأعمال. متابعينا متابعي طقس العرب الكرام في الأردن، أسعد الله أوقاتكم بكل خير وصحة. نقدم لكم في هذه النشرة الجوية آخر تحديثات ومستجدات حالة الجو خلال الفترة القادمة في المملكة. نبدأ معكم هذه النشرة الجوية باستيراد هذا الملخص الخاص بالنشرة الجوية: توقعات بقدوم منخفض جو جديد بمشيئة الله إلى المملكة خلال الأيام القادمة. هذا المنخفض الجوي نشأ خلال الساعات القليلة الماضية، أي ساعات صباح هذا اليوم الاثنين، فوق جزيرة كريت اليونانية، بفعل استمرار التواجد مرتفع جو في عموم أجزاء غرب ووسط وشمال القارة الأوروبية، وبالتزامن مع اندفاع كتل هوائية باردة حول هذا المرتفع الجوي. نشأ هذا المنخفض الجوي في حوض جزيرة كريت، متوقع أن يتحرك بشكل تدريجي خلال الأيام القليلة القادمة صوب جزيرة قبرص. تبدأ مع هذه الحركة التدريجية نحو الشرق مقدمة لهذا المنخفض الجوي بالتأثير على المملكة مساء يوم غد الثلاثاء. هنالك انخفاض كبير وملموس على الحرارة مع ساعات عصر ومساء الغد بمشيئة الله. هنالك توقعات بتكاثر السحب على ارتفاعات مختلفة، هنالك رياح قطبية شديدة البرودة تندفع كما حدث في المنخفض الماضي في مقدمة هذا المنخفض الجوي الجديد، أي قبل التأثير الفعلي لهذا المنخفض. توقعات بوجود هذه الرياح القطبية في سماء المملكة خلال ساعات مساء يوم غد الثلاثاء وحتى ساعات صباح وما قبل ظهيرة يوم بعد الغد الأربعاء بمشيئة الله. توقعات وبالتالي تكاثر للسحب الركامية والطبقية في عموم السلسلة الغربية للجبال في غرب المملكة بما في ذلك المدن الأردنية الرئيسية والعاصمة عمان، وتوقعات بتساقط زخات ثلجية غير مؤثرة وغير متراكمة في عموم هذه المناطق بمشيئة الله مع ساعات مساء الغد، على أن تكون البداية الفعلية لهذا المنخفض الجوي مع ساعات عصر ومساء الأربعاء بعد غد الأربعاء بمشيئة الله. نعود معكم الآن لاستعراض درجات الحارة في طبقة 850 مليبار. هذه الطبقة الجوية هي في طبقات الجو المتدنية، لنشير بذلك إلى درجات الحارة الباردة متوقع دخولها إلى سماء المملكة مع ساعات مساء الغد. نلاحظ معكم هذا الانخفاض الكبير في درجات الحارة مع ساعات مساء الثلاثاء ومنتصف ليلة الثلاثاء الأربعاء وحتى ساعات الأربعاء في عموم مناطق المملكة. هذه الرياح الباردة تندفع في مقدمة هذا المنخفض الجوي من جديد، أي قبل التأثير الفعلي لهذا المنخفض. بالتالي هنالك تكاثر للسحب على ارتفاعات مختلفة في عموم غرب المملكة ناتجة عن تزامن هذه الرياح الباردة مع ارتفاع في نسب الرطوبة في طبقات الجو المختلفة والبنائية منها. ذلك يؤدي كما تحدثنا إلى تكاثر هذه السحب لكن بشكل عشوائي بشكل غير منتظم، وبالتالي تهطل زخات من الأمطار وزخات من البرد في عموم غرب المملكة، تكون على هيئة ثلوج خفيفة غير مؤثرة فوق المرتفعات الجبلية التي تزيد ارتفاعها عن 1000 متر بمشيئة الله، بما في ذلك قد تشمل بذلك أحياء من العاصمة عمان مع ساعات مساء الثلاثاء والثلاثاء الأربعاء وحتى ساعات صباح الأربعاء بمشيئة الله. نلاحظ معكم مع ساعات ظهيرة الأربعاء تحرك هذه البرودة بعيدا عن سماء المملكة، وبالتالي ارتفاع نسبي في درجات حارة قبل البداية الفعلية للمنخفض الجوي مع ساعات عصر ومساء الأربعاء، حيث ترتفع درجات حارة نسبيا مقارنة مع ساعات ليلة الثلاثاء وصباح الأربعاء. نلاحظ معكم من خلال هذه الخرائط الخاصة بمحاكاة الهطول، نلاحظ معكم نشوء هذا الحزام من السحب على غرب المملكة تترافق بهطول زخات متفرقة من المطر والبرد أيضا، كذلك الحال زخات ثلجية غير مؤثرة وغير متراكمة على طول الواجهة الغربية التي ترتفع أكثر من 1000 متر عن سطح البحر بمشيئة الله. طبعا للمنطقة الجنوبية والجبال الشراء خصوصية معينة عند تساقط الثلوج، هذه المناطق ترتفع أكثر من 1450 أو 1500 متر عن سطح البحر، فهنالك درجات حارة مع ساعات منتصف ليلة الغد تكون دون حاجز الصفر المئوي في تلك المناطق، وبالتالي توقعات ربما بتراكم قشرة بسيطة أو تراكمات بسيطة للثلوج في تلك المناطق. الحديث هنا عن جبال الشراء لواء القادسية والرشادية في جنوب الطفيلة، كذلك الحال جبال الشراء غربي معان. نلاحظ معكم مع ساعات صباح وما قبل ظهيرة
الأربعاء تحرك هذه السحب التي عملت على تكاثر السحب الرعدية وتحرك الرطوبة شرقا، وبالتالي ننتظر هنا الفعالية الجوية الرئيسية التابعة لهذا المنخفض الجوي، حيث هي كما نلاحظ في الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط. مع ساعات عصر ومساء الأربعاء تدخل هذه السحب الممطرة بمشيئة الله اعتبارا من المنطقة الشمالية، كذلك حائزا من المنطقة الوسطى قادمة من البحر الأبيض المتوسط عبر دولة فلسطين مباشرة للمملكة، لكن حينها تكون البرودة الكبيرة قطبية المشرق قد رحلت عن سماء المملكة، ويطرأ ارتفاع نسبي في درجات حارة، وبالتالي توقعات بهطول الأمطار والبرد في عموم مناطق شمال وسط المملكة مع ساعات مساء الأربعاء بدون تساقطات ثلجية كما سيحدث بمشيئة الله مع ساعات مساء الثلاثاء وليل الثلاثاء على الأربعاء. التوقعات الخاصة بالليلة القادمة في العاصمة عمان 6 درجات مئوية، أجواء مستقرة غالبا صافية الليلة القادمة الحديث هنا. التوقعات خلال الثلاث أيام القادمة في العاصمة عمان نلاحظ معكم انخفاضا ملموسا في الحارة مع ساعات مساء الثلاثاء، توقعات بتساقط زخات من البرد في العاصمة عمان وعموم المناطق تكون على هيئة ثلوج خفيفة غير متراكمة غير مؤثرة. نعود التذكير بهذه المعلومة في المناطق التي تزيد ارتفاعها عن 1000 متر عن سطح البحر. يوم الأربعاء تبدأ البداية الفعلية لهذا المنخفض الجوي مع ساعات العصر والمساء، وهذا المنخفض الجوي للتذكير يتبع الدرجة الثانية وفقا لمؤشر طقس العرب الممتد من الدرجة الأولى للأضعف نحو الدرجة الخامسة الأشد والاستثنائية. يتبع هذا المنخفض الجوي الدرجة الثانية بحسب التحديثات الجوية الحالية، لكن هنالك احتمالات بأن يطرأ تطورات متسارعة على تصنيف هذا المنخفض الجوي، سيما وأننا نراقب توجه كتلة هوائية باردة أشد برودة أخرى عبر الأراضي التركية صوب المنطقة. الحديث هنا عن فترة لاحقة من الخميس والجمعة، وفي حال نجحت هذه الكتلة الهوائية الباردة قد يؤدي ذلك إلى ارتفاع تصنيف المنخفض الجوي، ذلك في تحديثات لاحقة سنطلعكم إياها خلال الساعات والأيام القليلة القادمة. حتى اللحظة هو منخفض جوي من الدرجة الثانية الاعتيادية، وبداية للتأثير الفعلي مع ساعات مساء الأربعاء ليلة الأربعاء الخميس، ونذكر بالاحتمالية القائمة بتساقط زخات ثلجية غير مؤثرة مع ساعات مساء الثلاثاء وليلة الثلاثاء الأربعاء في المناطق ترتفع أكثر من 1000 متر عن سطح البحر، وكل ذلك بمشيئة الله. كان كل ذلك حتى اللحظة. إلى اللقاء.